اتفضلي يا عروسه. ايه ده؟ مش انت؟ فين؟ تعالي يا حبيبتي. خش برجلك اليمين. نورت بيك. اتفضلوا يا جماعه، اتفضلوا. تجري كده على طول. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. الف الف مبروك. الله يبارك. الاكل عندكم اهو، عايزاكم تخلصوه كله. ان شاء الله. ألف مبروك. ألف مبروك حبيبي. حبيبي يا أخوي. ألف مبروك. ألف مبروك يا زينب. جدع ربنا يبارك فيك يا مصطفى. عايزين اللي هيلتم من البيت. ها؟ يا رب. فاهم ولا ما أنتش فاهم؟ شد حيلك. مبروك. مبروك يا محمود. ربنا يهدي سيرك يا رب. ربنا يتمم بخير يا رب. الله يبارك فيك. يلا يا جماعة متشكرين. تعالى يا رب كده توصل هنا. أسبوع أسبوعين. نجملكم في الأفراح، سيبوا العرسان لوحدهم. يلا. 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 نجملكم في الأفراح إن شاء الله. الحمد لله، الحمد لله يا رب. الحمد لله. ايه ده؟ تعالي هنا يا بت، ايه اللي موقفك هنا؟ يا هلا، تعالي خدي بنتك. عايزه اقعد معاهم شويه. مفيش شويه ولا شويتين، يلا بنت يلا. يلا. بس خلصي الاكل كله. حاضر. حبيبه صلاح. كانش راضي يقفل. نورتي بيتك يا عروسه. ايه رايك في الشقه؟ حلوة. والله انت اللي حلوة وزي القمر. أنا عايز نقولك على حاجة. يمكن يكون الوقت مش مناسب. بس هنقولك. أنا كنت بحب مرات الله يرحمها. أكتر من أي حاجة في الدنيا. ولما ربنا افتكرها قلت خلاص. مفيش واحدة ست ممكن تخليني أفكر أتجوز تاني. لحد ما شفتك ساعة ما كنا في المكتب. عارفة؟ حسيت بإحساس غريب كده جوايا. عارفة طلع إيه؟ إيه؟ إن قلبي حبك يا زينب. صحيح إن يعني ما عرفناش بعض الفترة الكافية، بس أنا حاسس إن إحنا هنكون مبسوطين أوي مع بعض، ونخلي فيجي 15 عيل. بس أنا في حاجة لازم أقولك عليها يا محروس، وما ينفعش أخبيها عنك. حاجة اللي ما ينفعش تخبيها عني يا زينب؟ أصل أنا مش هينفع اعيش مع واحد مش قريب من ربنا. انا عايزك تصلي يا محروس. يا ست اصلي؟ عايزاني اصوم اثنين وخميس كمان؟ عايزك تأم بيا واصلي وراك عشان ربنا يكرم الجوازه دي. ان شاء الله هيكرم. ده انت وش الخير. تعالي يا بنت. طمنيني عليك، ليلتك عدت تمام؟ يا بنت اتكلمي وريحيني. ما تتكلمي بقى. اقول لك ايه بس يا حاج؟ ده انا امبارح كنت هموت من الخوف. وربنا كان باين عليكي. طب عارفه؟ والله انا ما نمت طول الليل من قلقي عليكي. بس امانة الله يا حاج، محروس ده طلع طيب وابن حلال قوي. الا قولي لي، هي مراته بقى لها قد ايه ميته؟ بقالها كده يجي سنتين، وعارفه من ساعتها ما شمش ريحه ست. بس بقول لك ايه، محروس جوزك ده ايده سايبه، انا مربياه وعارفاه. عارفه ده لو كان وقع روحه كان زمانه بنى عماره. ما هو باين. الله اكبر عليه، ده كريم قوي. بس لازم بقى تاخدي بالك منه. انت سنه والتانيه هيبقى عندك عيل ولا عيلين، رتبي حياتك بقى يا حبيبتي. على مهلك عليا شويه يا حاج، انا ما اتجوزتش قبل كده يعني عشان نعرف اللي المفروض واللي مش مفروض يتعمل. انت بس فهميني وانا هنفذ. هقولك حرام. طب مش كنت تستني نصلي سوا؟ لا ده مش العشاء، انا بصلي ركعتين شكر لله. أصلاً ربنا كرمني بيك يا محروس. والله العظيم ربنا كرمني أنا.
ده انا حاسس ان انا دخلت الجنه. اما نروح نحط الشاي على النار ونرجع نصلي سوا. خليك انت، انا هعمله لك. انا عايز اعمل لك شاي بايدي. الحمد والشكر ليك يا رب. والشاي الشاي الشاي اعمل لك يا حبيبي الشاي. بعد ما شفتك كنت الشاي يا حبيبي يا حبيبي الشاي 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 الشاي. ما تقتلهاش. ما تمسكهاش. سامحني. ما تعملش كده، بتتخض. يخرب بيتك يا زينة، يخرب بيتك يا زينة. دي تبعك يا زينة. خطتها. ما تتخضيش حبيبتي، ما تتخضيش، ما تزعليش. حد يربي سحلية يا زينب؟ دي حرباية. اهلا وسهلا. شيليها بس من قدام، انا مش قادر ابص لها. ليه دي غلبانة؟ لا بتهش ولا بتنش، مطرح ما بتحطها بترضى وبتوافق. والله العظيم. طب يبقى هاتيها تنام جنبنا يا زينب. دي مخليها معاكي ليه؟ اصلي اصل انا اي حاجه بحلمها بتتحقق، وانا حلمت بيها بالحربايه. اه جاتلي في المنام وبتتكلم. قالت لي ايه بقى؟ لا دي رؤيه كده. قالت لك ايه الحربايه يا زينب؟ قالت لي ان لو صاحبتها ربنا هيبعت لي ايام حلوه ويسعدني. فتاني يوم وانا على الكورنيش بفطر رحت شفتها وافتكرت الحلم، فروحت جايباها وجاي على طول. وبص ربنا حقق الحلم واكرمني بأجدع راجل وبيت وعيله. ادعي بس معايا يا محروس ربنا يكمل الحلم ويحققه وتفضل معايا طول العمر. ربنا ياخدها. بص حلوه الوانها بتتغير. حلوه ايه بس يا زينب؟ حلوه ايه يا زينب؟ ما تقولش كده برضه، هتتعود عليها. بص